ما أدري واضح ولا. الإنسان الحداثي من أهم خصائصه بدأ عنده جذور التعبد ماذا؟ تنتهي أساسا من حقك أن تسأل ما معنى التعبد؟ التفت جيدا. التعبد مو أن تطيع الآخر بلا دليل، لا، أن تعتقد بصحة ما يقوله الآخر بلا دليل. فرق بين الاعتقاد وبين شنو؟ الإطاعة. الإطاعة لا تلازم الاعتقاد. أنت إذا موظف في دائرة والدائرة فيها مسؤوليات أو فيها واجبات، أنت حتى تأخذ آخر الشهر راتبك لابد ماذا تفعل؟ تطيع وتعمل كاملا ضمن القوانين وتصرح، تقول مع أني ما معتقد بهذا اللي دي أسويه ولكنه ماذا أفعل؟ أنا ما مو مجبور كما يريدون، والنتائج هم مسؤولين عنها. إذا ميزوا بين التعبد الذي هو أمر قلبي وبين ماذا؟ وبين الطاعة والإطاعة الذي هو أمر ماذا؟ بدني مادي. بس الآن خلونا، أنا ما أريد أدخل فيها. الإمامة أمر مرتبط بالطاعة ومرتبط بالتعبد بالاعتقاد. الأعلام في علم الكلام قالوا مرتبط ها بالاعتقاد، مع أنه لا توجد آية واحدة في القرآن تقول أن الإمامة تعبد اعتقادي. كل الذي يوجد في القرآن طاعة، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر. من أين جاءوا بأنها روايات؟ هذاك بحث آخر صار. نحن الآن والنص القرآن، ولهذا قلنا أما في مسألة النبوة لا يوجد عندنا، يؤمن بالله وإيمان صريح أكو. آمن الرسول، آمن الرسول، آيات سورة البقرة واضحة أنه من 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 أصول الإيمان ماذا؟ الإيمان ماذا؟ بالرسالة. بلي الإيمان بما أنزل إليه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأئمته. أكو عندنا بعد أئمة؟ ما عندنا، هذا نعدنا. بلي لا، الحب شنو علاقته بالعقيدة؟ هذا من قبيل هذه طاعة. يعني الحب والمودة، المودة خمو عقيدة. إذا تذكرون احنا قلنا ثلاث مساحات موجودة في الإنسان، عقيدة إحساسات وعواطف. هذا الحب مرتبط وين؟ بالمساحة الثانية. احنا نتكلم الآن أين؟ في المساحة الأولى العقيدة. لا تخلطوا هاي المقدمات اللي أشرنا إليها، هنا تنفعنا بعد. هنا صريح أكو بأنه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يحتاج إلى ماذا؟ إيمان، عقيدة، يحتاج إلى ماذا؟ وهذا الذي هو يولد الطاعة. العقيدة قد تولد ماذا؟ الطاعة. ولكن ليس بالضرورة الطاعة هي منشأها ماذا؟ العقيدة. لا، ليس الأمر كذا. ولهذا القرآن الكريم من أول إلى آخر بالنسبة إلى الإمامة ها توجد إطاعة، توجد إطاعة، ولا توجد فيها. هل تقول لي بأنه سيدنا ما عدنا دليل؟ أقول لا، أنا أتكلم الآن على مستوى البحث القرآني عزيزي. ومن هنا أولا ميزوا بين التعبد وبين ماذا؟ إطاعة. فإن التعبد أمر مرتبط بالعقيدة والقلب، أمر داخلي. أما الإطاعة مرتبط ماذا؟ بالظاهر وبالبدن مولانا.